لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 20، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله، وعنوان حلقتنا الأزهر والوهابية يكفروا بعض. شوفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ وليد السعيدان بيقول أن الطائفة الوحيدة اللي أثبتت العلو الذاتي لله هم الوهابية السلفية، وهي الصفة الوحيدة اللي أثبتها الله في النصوص الشرعية بأكتر من 1000 دليل. ومعنى الكلام ده أني اللي بيعتقدوا بعكس هذا كفار حلوليون. فكان السؤال إزاي مشايخ السعودية موافقة أن الكفار الحلوليون دول يروح يحجوا ويعتمروا؟ وشوفنا سؤال متوجه للأزهر من طالب بكلية الشريعة عن نفس الموضوع، وإن هناك من يتهجم على عقيدة الأزهر الأشعرية، واللي هي زي ما وضحنا لحضراتكم إنها عقيدة 95% من المسلمين، يعني عقيدة الأغلبية الساحقة أو الكبرى زي ما قال الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. المذهب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود، ومذهب قاد المسلمين فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية. وزي ما حضراتكم لاحظتوا في الحلقات اللي فاتت إني حطيت سؤال موجه للشيخ ابن باز قصاد سؤال موجه للأزهر، والسؤالين ليهم نفس الموضوع أين الله. برضه هعمل نفس الحاجة مع الإجابات عن السؤالين، وهعلق على الإجابتين وهشرحهم طبعا من خلال موضوعنا الأساسي لكل الحلقات اللي فاتت واللي جاية، وهو معركة أين الله. ونبدأ بإجابة الشيخ ابن باز ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الرجل الذي قال لك هذا الكلام وأن الله سبحانه ليس فوق العرش هو الكافر، هو الضال المضل، لأنه كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. والله يقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال هذا سبحانه في 7 مواضع من القرآن، وأخبر سبحانه في السماء قال آمنتم من في السماء. ونلاحظ ان الشيخ ابن باز خدته الغيرة على المذهب السلفي الوهابي، وازاي يتقال لحد من اتباع المذهب ده يا كافر. فاول ما بدأ الشيخ ابن باز وقال ان اللي يقول ان الله ليس على العرش ده كافر وضال ومضل، ده بيضللك يا ابني وده مكذب لله وللرسول. وبدأ الشيخ ابن باز يستشهد بالآيات، والصراحة انا احترت. ابن باز كفرهم والشيخ الجامي قال لأ نتريس في تكفيرهم لأنهم ممكن يكونوا واقعين في شبهة. وخلينا نشوف مع بعض الكلام ده مع الشيخ الجامي في الفيديو اللي جاي. ولكننا نتريس ونتأنى، وخصوصا مع الأحاد لا نتسرع إلى تكفير، وقد شهد لهم من خالطهم ونازلهم وناظرهم شهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام إلى أهل السنة، وهو شيخ الإسلام. في علمائنا وأئمتنا ألما تجد إنسان له خبرة في الفرق والرجال وطوائف بني آدم مثل هذا، لأنه ظهر في وقت كانت الطوائف في قوتها كلها، وجابههم كلهم وناظرهم ونازلهم. لذلك شهد للأشاعرة على الرغم من كثرة التعريف عندهم أنهم نسبيا أقرب إلى منهج السلف. وزي ما شفنا الشيخ الجامي هو بيقول رغم أن الأشاعرة حرفوا القرآن والسنة تحريفا كثيرا، لكن برضو دول مسلمين وأقرب إلى منهج السلف. مش عارفة قصده إيه لما قال أقرب إلى منهج السلف، هل يقصد في التحريف ولا في العقيدة ولا في تحريف العقيدة؟ بس للإنصاف الشيخ ابن باز رد على تكفير اللي كان بيكفر السلف الوهابي، عشان أكون منصفة يعني، لأن طبعا إحنا في البرنامج ده حياديين وعودناكم دايما إننا نكون منصفين. ونشوف مع بعض الحتة دي مرة تانية في الفيديو اللي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد،
فهذا الرجل الذي قال لك هذا الكلام وأن الله سبحانه ليس فوق العرش هو الكافر، هو الضال المضل، لأنه كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا بنلاحظ أن الشيخ ابن باز ما قالش ده كافر وضال ومضل وسكت، لأ، ده قال السبب أنه كافر لأنه كذب الله وكذب رسوله. وهقرأ على حضراتكم الجملة اللي بسببها قال الشيخ ابن باز ان الشخص ده كافر. بيقول كده: جرى بيني وبين احد الاخوة نقاش عن نحو التالي، اذ سألته عن وجود الله تعالى فقال ان الله لا يتصف بالزمان ولا المكان، فاستدليت له بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى سورة طه 5، فقال انك كافر ان الله ليس في السماء، يعني قال إن الله لا يمكن أن يتصف بالزمان أو المكان. فالوهاب السلفي قال له: لأ، كلامك مش صح، لأن الله ليه مكان، الرحمن على العرش استوى، يعني أكيد إن الله هيكون في السماء. الأشعري قال للسلفي الوهابي: أنت كافر لأنك بتقول إن الله في السماء. يعني الأشعري اللي بيقول إن الله مش في السماء والآية اللي بتقول الرحمن على العرش استوى في الحالة دي ليها معنى تاني خالص عند الأشعري. اللي قال للسلف الوهابي إنك كافر، ابن باز قال الكلام ده كفر، واللي يقوله كافر ضال مضل مكذب لله ولرسوله. طيب هنشوف عقيدة الأزهر اللي بيمثل عقيدة 95% من المسلمين هتكون مع مين، وهنشوف الحتة دي من فتوى الأزهر. وأما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه فالمراد به علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر، لأنه تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. ثم قال: وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك، والعجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في كنه ذات الرب إشراك. العقيدة اللي قال عنها الشيخ ابن باز إنها كفر وإضلال وتضليل وتكذيب لله ولرسوله هي عقيدة الأزهر الشريف، أهم وأكبر مؤسسة دينية في العالم العربي والإسلامي، واللي بتمثل عقيدة الأغلبية الكبرى من المسلمين. دي الأمة الإسلامية أشعرية زي ما بيقول الدكتور يوسف القرداوي في الفيديو اللي جاي، خلينا نشوف مع بعض. بعض الناس يطعن في عقيدة الأزهر الشريف، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ عقيدة الأزهر الشريف، كل الأزهر الشريف كده عقيدته يعني بيطعن في الأشعرية يعني. لا، هو ليس الأزهر وحده أشعريا، الأمة الإسلامية أشعرية يعني. هذا الأزهر أشعري، والزيتونة أشعري، وديوبند أشعري، وندوة العلماء أشعرية، ومدارس باكستان أشعرية، وكل العالم الإسلامي أشعرية. السلفيين مجموعة صغيرة، حتى يعني إذا قلنا السعودية، ليس كل السعودية سلفيين، الحجازيين غير، النجديين غير، المنطقة الشرقية غير منطقة ديزان وكذا. فإذا خدنا بالأغلبية، أغلبية الأمة أشعرية. القرداوي أكد أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة الأمة الإسلامية، واختصرها الأزهر الشريف في الفتوى بجملة واحدة: أما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه فالمراد به علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر. وده معناه أن علو الله ليس بذاته في السماء، إنما علو معنوي، علو معنوي فقط، يعني علو منزلة وشرف وهيمنة وقهر. والكلام ده شفناه قبل كده مع الشيخ وليد السعدان، خلينا نشوف مع بعض الشيخ وليد السعدان هيقول لنا ايه. فنؤمن بأن الله عالم بذاته. لماذا أقول عالم بذاته؟ لأن أهل البدع يثبتون العلو لله، ولكن علو القدر وعلو القهر، وهذا لا خلاف بيننا وبينهم في إثباته، لكن الخلاف بيننا هو علو الذات، علو الذات. فنحن نثبته على الوجه اللائق بالله، فنعتقد معاشر أهل السنة والجماعة أن لله علوا بذاته، أن الله له العلو المطلق بذاته كما يليق بجلاله وعظمته، وهم ينكرون هذا. وسبب إنكارهم له أن العلو يستلزم إثبات الجهة. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ وليد السعدان وهو بيقول إننا إحنا السلفية الوهابية أهل السنة والجماعة، وإحنا أهل الحق، وإحنا معانا الدليل والأدلة إن الله بذاته فيه علو.
ولكن الأشعرية ينكرون علو الله بذاته، لأن العلو يلزم الجهة والمكان. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. في الحلقات اللي فاتت أنا حطيت سؤال موجه للشيخ ابن باز، وصاد سؤال متوجه للأزهر، والسؤالين ليهم نفس الموضوع أين الله. والنهاردة عرضنا الإجابتين. الشيخ ابن باز قال: من قال أن الله سبحانه ليس فوق العرش هو الكافر وهو الضال والمضل، لأنه كذب الله وكذب رسوله. ودار الفتوى في مصر قالت: أما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه، فالمراد به علو المكانة والهيمنة والشرف والقهر، لأنه تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. وتابعوني في الحلقة الجاية علشان نشوف أدلة كل واحد فيهم على صحة معتقده. ألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة، فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ويرد بعقله وتنكر بعقله.